بالبدايه آلة العود هي آلة عريقه تراثيه وفعليا هي مرتبطه ارتباط كلي فينا لانه موجود بكل بيت من بيوتنا. بيتنا مش موجود بيوتنا اوكي بيوتنا يعني قصدي البيئه الشاميه امزح معك سوري ولا يهمك الان انزين فهذا الآلة صار في ارتباط بيني وبينها من خلال احتضاني لهي الآلة بتخلق علاقة مميزة فهي يعني مرآة لشيء اللي بداخلي ممكن أعبر فيها ولكن غير أن وجودها في ما بين أهلك وناسك خالد ولكن أنت أيضا درست تربية في كلية التربية الموسيقية في سوريا بالفعل صحيح فيعني انت حتى كللت هذه الموهبه وهذا طبعاً. والوراثه خلينا نقول بالدراسه ايضا مزبوط معك حق فعليا انا كان دراستي من البدايه دراسه اكاديميه انا بدات بعام 2004 مع معظم الاساتذه المختصين بهي الاله وطبعا دخلت بعدين كليه التربيه الموسيقيه لانه اذا انا حبيت اني اصير عازف عود محترف فانا لازم اتابع هذا الاختصاص يعني اكيد جميل فهيك نفس محمد ما شاء الله عليه شو محمد شوفي محمد انا عشان يوم حس انه هو عنده موهبه التقديم كللها بالدراسه أكيد. جميله لما تذكر موهبتك بدراستك صح. يعني شيء جميل بس لا انا اشوف الجانب الاكاديمي يختلف عن الجانب الميداني بس صح. كثير في له اضافات يعني بيصقل العازف او باي مجال يعني الجانب الاكاديمي في نقاط ما بيميزها الانسان صح الفني بس صح بيكون على درايه منها كثقافه ومعلومات عامه صحيح كثير مهم